منظم مهرجان الرجل المحترق يقاضي كوينزوز بسبب التهكم. قام منظمو مهرجان الرجل المحترق بمقاضاة سلسلة مطاعم كوينزوز مدعين أن الأخير يستخدم ملكيتهم الفكرية من دون إذن رسمي خلال إعلاناتهم الساخرة. ويسخر فيديو كوينزوز الترويجي من المهرجان ومن فيلم ماز رانا، حيث يظهر مرتدي الحفلات في المهرجان يأكلون ساندويش كوينزو ويسخرون من الشركات الراعية. لكن منظمو المهرجان يقولون أن من حقهم الدفاع والوقوف في وجه استغلال وتسليع الأطفال، وقالوا أنهم لهذا يرفضون مشاركة بعض الشركات سنويا. سمع هؤلاء باستخدام الصور والفيديوهات، لكنهم يقولون أن استغلال المهرجان من غير إذن رسمي سيفتح الباب للتهكم والتعليقات السخيفة، وهذا بالضبط ما قامت به سلسلة المطاعم كوينزو. لقد انتهى الاحتفال الذي يحضره حوالي 70,000 شخص في صحراء بلاك روك في نيفادا، وحتى الآن لم يتم التواصل مع محامي كوينزو. فما رأيكم أنتم يا سادة؟